رح نروح لاخر محطاتنا الصباحيه والطبيه. رح نحكي عن حاله خلينا نقول هي ما نعمه ولكن موجوده بنسبه كثير كبيره بين الناس، وهي الميلان اللي بيكون موجود بالعمود الفقري. هذا الميلان يسمى بالمصطلح العلمي الجنف، وممكن نحن نلاقيه باي منطقه من العمود. اكيد اليوم في له اسباب كثير يا ليلى. تماما يا رشا، واليوم رح نحكي بمحطتنا عن بما يخص الجنف وكيفيه علاجه واهميه التوعيه و شو آخر أو لوين وصلنا بمواكبة هذا التخصص بسوريا، وكثير من الأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو ريم موسى قبة، ماجستير في المعلوماتية الحيوية. يسعد صباحك. صباحكم، صباح جميع السوريين. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم. صباح بداية خير. خلينا نروح للتعريف بالمصطلح العلمي للحالة. الجنف حقيقة هو مرض حقيقي. الجنف هو تشوه ثلاثي الأبعاد، تشوه 3D بيصيب العمود الفقري. دائما بحديثنا عن الجنف لازم نتذكر دائما تعريفه، لأنه الجنف حقيقة هو ما هو مجرد ميلان بالعمود الفقري. نحن لما بنطلع على العمود الفقري من وراء هو المفروض يكون مستقيم. الجنف كتعريف هو ميلان جانبي بالعمود الفقري أكثر أو يساوي 10 درجات مع دوران بالفقرات. يعني نحن مو أي ميلان بنسميه جنف. إذا كان تحت العشر درجات هو مانو جنف، إذا ما كان في دوران بالفقرات هو مانو جنف. تمام، خلينا نروح ونحكي عن أنواع الجنف. حقيقة أنواع الجنف هي بحسب الأسباب. في عنا الأكثر انتشاراً هو الجنف مجهول السبب. مجهول السبب متعدد العوامل، متعدد الأسباب، ليس غير معروف السبب. نسبة انتشاره بين حالات الجنف هي 80%، فهو أخذ الحصة الكبيرة من حالات الجنف. النوع الثاني هو الجنف الخلقي. حقيقة بيصير بالمرحلة الجنينية أثناء تشكل الفقرات، ونسبته هي 10% من حالات الجنف. في عنا الجنف العصبي العضلي، مثل مرضى الشلل الدماغي، مثل عنا جنف مرتبط بالأورام، جنف مرتبط بالمتلازمات. هدول كلهم بشكلوا 10% الباقية من حالات الجنف. طب خلينا نرجع هيك معك شوي لنحكي عن أسباب هذا الميلان. أكيد في له أسباب أدت لحدوثه بجسم الإنسان. هلأ حكينا قبل شوي عن الأنواع، فهي الأنواع هي مرتبطة بالأسباب. مرتبطة بالأسباب، نحن صنفنا بحسب السبب المؤدي له. فنحن من هون كتير مهم أنه نحصل على تشخيص للجنف. الجنف هو اسم عام، فنحن من الطبيب المختص نحاول نحصل على تشخيص للجنف، أنه هو شو سببه لحتى نقدر نتوجه بعلاجه. تمام، دائما بنقول باي حاله مرضيه يمكن اكتشاف المبكر لها او علاج المبكر بتتدارك كثير او بتعزز فرص النجاح. اليوم اذا بدنا نحكي عن الجنف في حال ترك هي الحاله، هل بتؤدي لحده الانحناء بالعمود الفقري؟ حقيقه المرض، مرض الجنف هو كمرض هو مرض مترقي بطبيعته، هذا طبيعه مرض الجنف. فكتير مهم نحن الأهل إنه هنن ينتبهوا على أولادهم بأعمارهم صغيرة، خاصة بعمر المراهقة اللي ببلش فيه يظهر الجنف. نلاحظ بعض العلامات، مثلا ممكن تلاحظ ميلان بالكتفين، كتف أعلى من كتف. ممكن تلاحظ لوح الكتف، في عنا كتف بارز أكثر من كتف. ممكن نلاحظ الخصر، إنه ما في تناظر بالخصرين، مانن مثل بعض. هون دغري فورا نتوجه للطبيب المختص لحتى يأكد لنا انه التشخيص ويعطينا التشخيص الطبي المناسب للحاله. طيب بعد ما رحنا لموضوع التشخيص وتم اكتشاف الحاله بوجود نسبه ميلان بالعمود الفقري، اليوم هون في خطه علاج متبعه من قبل الاخصائي، شو اهم الخطوات العلاجيه؟ حقيقه الاهم شيء بعلاج الجنف هو العمل كفريق. حالة الجنف هي بحاجة لفريق طبي متعدد التخصصات. هذا الفريق بيتألف من الطبيب المختص، معالج فيزيائي مختص، مصنع أجهزة مختص، معالج نفسي، مرشد اجتماعي، ومختص تغذية. هذا الفريق كلياته لازم يكون مختص بالجنف، لأنه الجنف هو حقيقة تخصص بحد ذاته، علم قائم بحد ذاته وراء آلاف الأوراق العلمية. فنحن لازم نكون مختصين بالجنف لنقدر نكون ضمن كادر، ضمن فريق يقدر يعالج هذا الجنف. المهم بين الفريق هو التواصل المستمر
والتشاور المستمر بكل مرحلة من مراحل العلاج. رحلة العلاج دائما تبدأ من التشخيص من الطبيب المختص، وبيصير تشاور بين كل أعضاء الفريق لوضع خطة العلاج المناسبة بالوقت المناسب. يعني مثلا إذا كان الطفل أو المريض بحاجة جراحة، نحن ما بيصير نكلف الأهل أعباء علاج محافظ كبريس جهاز أو كتمارين تخصصية PSSE. حقيقة الجراحة بيعتازها تقريبا نسبة الحاجة للجراحة هي 5% من حالات الجنف. جراحة شيء ما لازم نحن نخاف منه، جراحة ما نبعبع. دائما ناس فوبيا عندها بس تقول لها جراحة بالعمود الفقري. الجراحة حقيقة هي ما شيء نخاف منه، هي حل، يعني هي أحد الخيارات العلاجية وإلها كثير تقييمات بينبنى عليها التقييم الجراحي. عمر الطفل، قديش باقي من النمو، تعظم جناح الحرقفة، وكثير تقييمات وتصنيفات شعاعية وسريرية لنوصل لهذا الحل. وحقيقة اللي شفته أنا بدي أرفع القبة على جراحينا السوريين بسوريا خلال دراستي بماجستير المعلوماتية الحيوية اللي بخص الجنف. كنت على تواصل دائم خلال سنتين مع مرضى الجنف، وخلال دراستي بالماستر الدولي للجنف معهد آيسكو إيطاليا نسبة الاختلاطات مع بعد العمل الجراحي عنا بسوريا أقل بكتير بكتير من النسب العالمية، وهذا الشيء عنا كتير منيح. تمام. هلأ في حال العلاج سواء الجراحة أو العلاج الفيزيائي أو أي مرحلة من مراحل العلاج، هل هذا المرض ممكن يشفى أم هو مرض تنكسي ما ممكن أنه يشفى نهائيا؟ هلا حقيقة مرض الجنف بطبيعته مثل ما قلنا قبل شوي هو مرض مترقي، يعني هو بطبيعته بيزيد مع الوقت. في نسبة انه نحن نسبة 72% تقريبا من حالات الجنف ممكن يكون في تحسن بالحالة او نجاح العلاج المحافظ، خلينا نقول نسبتها 72% من الحالات، ولكن مو كل الحالات. حقيقة كل حالة جنفية فريدة من نوعها، هي متميزة. حتى بالعلاج نحن بنتعامل مع المريض مع كل حالة جنف كحالة فريدة من نوعها. طيب اليوم بمواكبة هذا الحالة، خلينا نقول ضمن سوريا، شو رأيك بالمستوى المواكبة؟ هل اليوم نحن أكيد تحية لكل كوادرنا الطبية اللي دائما عم تشتغل، ودائما نحن عالميا خلينا نقول أو دوليا دائما الأطباء السوريين لهم اسمهم خارجا، ولكن اليوم إذا عم نحكي بهذا الموضوع داخليا. حقيقة صار في كتير تطور بهذا الموضوع بسوريا. بلش الموضوع من خلال أحد الزملاء المعالجين، سجل اسم سوريا لأول مرة بخارطة الدول العالمية المختصة بالعلاج النوعي التخصصي المحافظ بالجنف. هذا الحكي صار من سنتين تقريبا، يعني هو شيء جديد ببلدنا. الشيء الثاني والحلو اللي صار انه صاروا كل المعالجين الفيزيائيين اليوم قدرانين يواكبوا وقدرانين يطلعوا من الشائع والافكار القديمه اللي كانت بتخص موضوع الجنف، وصاروا عرفانين انه هذا تخصص وتطور جديد لازمه تخصص. الشيء اللي ساعد على هذا الموضوع هو كان وراء هيئات ومؤسسات دعمت موضوع المحاضرات التوعوية بما يخص الجنف. صار في محاضرات بدمشق، صار في محاضرات بحمص، صار في محاضرات بحلب، دعمتها الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية، دعمتها نقابة المهن الصحية والطبية والهيئة العامة لمشفى دمشق، دعموا وجود هاي المحاضرات لتثقيف الكادر الطبي كاملا من ضمنهم المعالجين. اللي كمان صار خلال هدول السنتين، صار في عنا بهمة كمان أحد الزملاء المعالجين، صار عنا تطبيق برنامج على الموبايل بينزل بيساعد الفريق الطبي التخصصي بوضع خطة مبدئية للعلاج. اسمه التطبيق SAA Scoliosis Assistant Aid، موجود على جوجل بلاي وبشكل مجاني. ومن خلال فريق متعدد التخصصات قدرنا نسجل مشروع تخرج بماجستير المعلوماتية الحيوية كبحث عالمي.
هو كان عبارة عن إنشاء نموذج إلكتروني لمرض الجنف بأداة معلوماتية اسمها سينفيا. فحقيقة كان الأول من نوعه من سوريا، وكان الفريق كله اللي اشتغل عليه هو فريق سوري، وطبعا كمان كان في جهات ومؤسسات دعمت لحتى يصير هذا المشروع ولحتى يتسجل. وزارة التعليم العالي، الجامعة الافتراضية السورية، برنامج إدارة برنامج التأهيل والتخصص بالمعلوماتية الحيوية، مشرفين المشروع، الهيئة العامة لمشفى دمشق ومشفى ابن النفيس. كمان صار في عنا صفحة سورية للتوعية بالجنف موجودة على الفيسبوك اسمها سيريان سكوليوسيز أويرنس. هاي الصفحة هي توعوية علمية تثقيفية متنوعة لكل المهتمين بالموضوع. طبعا مو مذكور فيها أي اسم، ما في تفضيلات لأي أسماء ولا لأي مراكز ولا لأي عيادات، هي فقط صفحة علمية بديرة فريق تخصصي موجودة على الفيسبوك. صار في عنا حتى إمكانية للتدريب الدولي باختصاص الجنف. صار في إمكانية لكل المعالجين يلي بيحب إنه يعمل دورة دولية بخبرات سورية. تمام، خلينا نحكي عن نسبة انتشاره والإحصاءات اليوم، نسبة انتشاره عالميا. حقيقة أهمية التوعية بالموضوع هو إجت أولا من نسبة الانتشار. هي نسبة انتشار مهمة ما فينا نهملها. الإحصاءات العالمية بتقول إنه 2-3% من عامة السكان هن ممكن يكون عندهم جنف، يعني كل 40 شخص عندنا شخص على الأقل مصاب بالجنف. وانطلاقا من هذا المبدأ، أحد الإنجازات السورية اللي صارت السنة الماضية كمان هو المسح المدرسي اللي صار بحمص، صار بهمة المعالجين الفيزيائيين بحمص، بهمة الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية، صار كمان بدعم من جامعة البعث ووزارة التربية والصحة المدرسية. فنحن بنتمنى كمان بهمة جميع باقي المعالجين وبهمة الجهات الرسمية إنه يتعمم على كل المحافظات السورية لحتى نحن نعرف نسبة انتشاره عنا بالبلد. إذا بدنا نروح هيك لعنوان اليوم لفقرتنا، نصائح توعوية للأهل، ودائما مثل ما نقول دائما إنه الكشف المبكر عن أي حالة عم يكون نسبة الشفاء أكبر من مرحلة الطفولة، يمكن بيتم التعامل معه بشكل أفضل. يعني قد اليوم هيك التوعية مهمة للأهل، نصائح من حضرتك لإلهم. حقيقة التوعية جدا مهمة بهذا الموضوع، لأنه كل ما اكتشفنا أبكر نحن ما فينا نوعد المريض بالشفاء. إذا بدنا نبعد عن التربح التجاري بالموضوع، نحن بنقدم أفضل شيء عنا بشكل أكاديمي وعلمي للمريض. الأهل بنصحهم دائما أنه يفحصوا أولادهم، ينتبهوا على أي شيء ما نوع متناظر، إن كان بالكتف، إن كان بالخصر، إن كان بوجود حدبة بالظهر، فورا يتجهوا للطبيب المختص لحتى يعطينا التشخيص وتكون الخيارات العلاجية مناسبة، العلاج المناسب بالوقت المناسب. أكيد بدنا نتمنى السلامة للجميع وعلى جميع أطفالنا، وبدنا نتشكرك ونتشكر المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. شكرا لحضرتك، وبالصحة والسلامة للجميع. يعطيكم ألف عافية لكل شيء عم تشتغلوا عليه. الله يعافيكم، ميرسي لكم.